في راس باقي بالانجليزي بس في راس بالعربي. دغري هيك من اول لقاء اعطيها رقمه لانه سليلرات ما في وعايشين بالعصر الحجري. هيدا حلقه عم بتجري بتحطها مش عم تزبط بس يلا منخليها على الكاميرا. وهيدا الزبر عم بينشد تيزي كتير عم تنحصر بليز وبلش الغناج على الرقبة. خلص يا مزلمة لك أنا عم بحس فيها وحيط الله بس طلع عم بيرسم لها خط وعم بيقول لها ليك حدودك هون بخلكم إيد مين هيدي اللي ما بتسقعد شو باكا جاي دغري من ستار ووز يا ويلي شوت بتجيب فيوز ودير النفخ بالجيم شكلها تمرينة بايسبس أكيد التلاتة وأكيد بنت فول ميك اب بالجيم لأنه كتير ضروري للعرق. مش معروف إذا عم بيعمل بايسبس أو ميديتاسيون. هول الإيرفونز إذا أنا حطيتهم بديني ومشيت على التريدميل بيصحطوا 50,000 مرة كيف عم تقدر عم تطلع تحت تما تصحط أو في صار تحت الدوش. كتير مهم يكون في كرو تصوير معه بالحمام وكتير مهم نشوف المي عم تتجمع على دقنه وعلى الأبس. آه انهارت شد البايسبس شد لحتى تبين على الكاميرا. إيميت شفته أخذ بوزيسيون لحتى يعمل بيبي بالدوش لانه هيك بحب. وطي الكاميرا وطي الكاميرا بس لا ليش عملت هيك. هيدا اول مره بشوف حدا جايب ترويقه من الدوش وعبطته كانه مقعده بلا اكل على شهر. واو استفاح هيدا لازم يكون على بروجرام الاتيكيت. عبطته اجان لانه بعدها جوعانه ام بس ايده وايده بفرد مره عصفورين بحجره. لا ما في بوسعه تم على الكاميرا انا وانت انا صفينا بنص نهار وطرقت زهقه لانه سبحان الله ما بيعجبها العجب. ما بعرف اذا عم بيشمل لها شعره أو عم بيشوف إذا في قشرة فلعبها سنيكي ومرمغ دقنه عليها لحتى يشوف إذا علق شي عليه. في شي غريب عم بيصير معها. يا ما حدا إجا على العشاء يا جيدورانش مزنيخ يا مش مرتاحة بتيابها. ايه مزبوط قصة البرداية غلط. وقفت على شباك التفكير وين فيها ترجع تفكر بحياتها تفكر إذا لازم تكون معه أو لا. لا مسك لها إيدها كأنه عم بيسكر بيزنس ديل بشي بانكو. أوه دين اجا الاكل؟ لا اجوا الحلق يلي كانوا باول كليب بس حبوا يحطوه بالاخر لانه مفكرين حالهم بفيلم كريس نولن. هون غير مودة وعبطته لانه فكرتهم للاكل. هو دق حبيبي انعفشتي انعفشتي شافها شاف شاف التليفون خلص خلص وقعتي بالفخ. يا اختي شو بدك بهالشغلة سمي جيرار وكتبي حدو دي جونكتر اذا سألك بتعرفي بينك وبين حالك انه هو will come and turn you on. فراس دبرة صار بالكباري وشكله عم بيستفرغ على اجرين مرة. اجا اليوم العرس وقامت من الصوفة شكله مبقح كان. مدري لوين رايحة. اه طفت الضو. خيل عم شو ايكو فرندلي. بس ما في حدا يخدها هيك بتروح لحالها على عرسها. عظيم وصلت على حفلة الاعراس مع الشاب يلي مغطاية ايده بسجاد عجمي. وفراس بعده عم بيغني لحاله. ام شافها ففات دغري عليها اخدها وفل. يعني شو هالقصة؟ أنا برأيي ديزني تجي تشوف وتشتري كل هالكليب لك العمى